حنان سليمان من واندا، بنكلم اسلام خليل فاوندر ومؤسس ابو اردان، صديق الفلاح. تدينا فكره من فضلك، يعني ايه ابو اردان وازاي جت فكره المشروع؟ هو عباره عن ايه؟ هو ابو اردان احنا بنحب نسميه صديق الفلاح الالكتروني، زي ابو اردان اللي هو الحقيقي. الفكره من ابو اردان ان احنا واخدين مجموعه من الخدمات اللي بتخدم المزارع في الطريقه اللي هو بيزرع بيها الارض، وبنحطها على الكلاود عشان تبقى متاحه لقطاع اكبر من المزارعين بطريقه ارخص واكثر اقتصاديه وما فيهاش تعقيدات كتيره جدا في التكنيكال مانجمنت بتاعتها. مش محتاج، لما الحاجات تبقى موجوده على الكلاود بيقدر الناس تستخدمها من غير ما تضطر تحط استثمارات في بنيه تحتيه ليها علاقه بكمبيوترز ونتوركس ويشتروا سيرفرز وسوفت وير والحاجات دي كلها. الخدمات فيها كذا كذا كومبوننت، واحد منهم ليه علاقه عباره عن محطات رصد زراعي بتتركب تلم البيانات كلها ليها درجه الحراره، ليها درجه الحراره والرطوبه وسرعه الريح وكميه المطر واتجاه الريح ودرجه رطوبه التربه وكذا حاجه تانيه. بتجمع الحاجات دي كلها وتحطها على الكلاود في الاكونت بتاع المزارع، والمزارع يقدر يستخدمها في اي وقت من اي مكان باستخدام الموبايل بتاعه من غير ما يبقى عنده كمبيوترز او اي حاجه معقده. فدي اول حاجه. تاني جزء ان ابو اردان بقى بياخد المعلومات دي كلها يدخلها في سيستمز بمجرد ان احنا عارفين مين المزارع وزارع ارضه فين وايه المحصول اللي هو زرعه وايه الفرايتي بتاعته اللي هو زرعها، بنقدر نعرف الكونديشنز اللي هو بيحتاجها كلها، ونقدر نعرف بيانات كتيرة جدا. ولما نقرا البيانات بقى الحقيقية الفعلية بتاع درجات الحرارة والرطوبة والكلام ده كله، بنقدر نبتدي نعمل حاجات زي التنبؤ بالأمراض اللي ممكن تجيله، ونديله نصائح ليها علاقة بالري والمبيدات اللي المفروض يستخدمها والحاجات دي كلها. فده جزء تاني. الجزء التالت ليه علاقة بدرجة الشفافية بتاعة الحصول على بيانات الأسعار بتاع المحاصيلات الزراعية في أسواق الجملة. بسبب عدم وجود شفافية السوق بقى شغال بطريقه ما هياش صحيه قوي، وبتلاقي فيه تفاوت كبير جدا جدا في الاسعار بين الاسعار اللي المزارع بيبيع بيها والاسعار الموجوده في سوق الجمله والاسعار الموجوده في للمستهلك طبعا في الاخر. فالهدف منه ان احنا نخلي البيانات دي كلها متاحه بطريقه فيها شفافيه، والناس كلها تقدر تستخدمها وبرضه تشوفها من غير ما تحتاج كمبيوترز معقده ولا تابلتس ولا يبقى عنده ايباد ولا حاجه، مجرد تليفون بسيط جدا سمارت فون ممكن يبقى موجود دلوقتي ب 600 جنيه مثلا او حاجه زي كده، يقدر يستخدم كل البيانات دي. وحتى لو ما عندوش سمارت فون نفس البيانات دي كلها ممكن تبقى متاحه على اي تليفون بسيط باستخدام بقى SMS والحاجات التقليديه. فدي بيسكلي الخدمات المختلفه اللي موجوده في بوردان. طيب والمزارعين دول هل متركزين اكتر لتستهدفهم في منطقه معينه في مصر، ولا مرحله الانتشار يعني بتبدا من منطقه معينه وبتمتد، ولا يعني توجهكم والانتشار ازاي بالنسبه للمزارعين في المرحله اللي احنا فيها؟ احنا مش تارجتنج الصغيرين في الاول عشان بيسكلي الكاباسيتي بتاعتنا ما ينفعش نروح بكره الصبح نبيع ال 4.5 مليون مزارع في مصر كلها، لان ما عندناش الانفراستراكشر اللي موجود في القرى كلها اللي يعمل سيلز او سبورت حاجه زي كده. ففي المرحله الاولانيه احنا بنبيع للمزارعين الكبار والمتوسطين، وعاده دي بتبقى يعني المرحله المبدئيه، وبعدين بعد كده عايزين نبتدي نتارجت الصغيرين. الصغيرين لسه ما عملناش الطريقه اللي هنابروتش بيها ونبيع لهم بيها. بس احنا بنتمنى ان الادوبشن بتاع السيستم بالكبار والمتوسطين يبتدي يشد الصغيرين ويشجعهم انهم يبتدوا يستخدموا السيرفيس بعد ما تثبت نجاحها مع الناس الاكبر منهم. والمزارعين المتوسطين والكبار اللي بتستهدفوهم، هل في الصعيد مثلا، في القاهرة، في يعني في مناطق معينة، ولا هي مش مربوطة بالمناطق قد ما هي مربوطة بطريقة الزراعة؟ احنا بنبص على الناس اللي بتستخدم طرق ري حديثة وطرق زراعة حديثة ومهتمة ان هي تطور الحاجات دي عشان تزود الانتاجية بتاعتها وتقلل استهلاك المية، لان المية في اغلب المناطق الكبيرة بتتكلف فلوس كتير، لانه بيحتاجوا يستخدموا ديزل جنريتورز عشان يطلعوا مية عشان يبقوا بيها، في اي توفير هيفيدوا، زائد ان هم عايزين برضو يرشدوا استهلاك المية والمبيدات والباستيسايدز والحاجات دي كلها.
فهي مربوطه بطريقه الزراعه اكتر منها مناطق معينه. طيب انتوا مثلا السيرفيس دي هل بتكون هي مش ابلكيشن، هي سيرفيس مظبوط؟ بالظبط. طيب. هي في موبايل اب بنزلها، بس هي في الاخر الهدف منها انها تتباع زي سيرفيس، زي ماج سيرفيس. فهو بيدفع ريجولر في برضه نفسنا لما نوصل للصغيرين السيرفيس توصل لرقم تبقى رخيصه قوي. حاليا هي ممكن ما تبقاش افوردبل قوي بالنسبه للصغيرين، بس عايزين نوصلها ان هي تبقى يعني احنا نفسنا نوصل مثلا 300 400 جنيه في السنه سبسكريبشن للمزارع الصغير قوي في الاخر، ويستخدم كل السيرفيسز بتاعتنا عليه. طيب بالتوفيق ان شاء الله، ونستنى بقى السيرفيس تكون متاحه للناس خلاص، والبايلوت بروجكت نستناه ان شاء الله. بالتوفيق وشكرا ليك. الله يخليك. شكرا ليك.